السلام عليكم مرحبا بكم. ان شاء الله الفيديو تاع اليوم بقاكم بخير وعلى خير. كيما راكم تلاحظوا كنت نحف الزيتون و هذا هو وقته. بون هذه هي الكميه اللي عطات لي ما شاء الله الحمد لله على كل حال. وانا الزيتون كنت نحيه غير بحبه بحبه باسكو عشان الشجره تاعي غير صغيره عندي وحده ربي يبارك لي فيها ولا عند خوالي عندهم شجر تاع الزيتون ما شاء الله. هما كيفاش ينحوه يفرشوا حاجه هكا في الارض دي باش كبار هكايا يخبطوا هكا بكش مطرق هكايا ولا وزيتون يبدا يطيح لهم ولا انا نحيتو غير بحبه بحبه باسكو كيما قلت لكم شجره غير صغيره دونك نحيتو غير بيدي. هذه هي فوالا دوك نفد السله تاعي وروحوا معايا الكوزينه باش نوريكم طريقتي كيفاش نرقدوا الزيتون. وهنا راني بديت نتلي فيه نحي لي لونو انا لي لونو اسود نتلي فيه هكا جاي مخلط كيما راكم تشوفوا. نتلي كامل ومن بعد نغسلوه. وهنا راح نعطيكم زوج طرق كيفاش نرقدو الزيتون. وهذا الاخضر نرقدوه وحده وهذا اللي رايح للاسود نرقدوه وحده. ونقعد هكا نتلي فيه هكا باش ما يجيكمش فيديو طويل ونعاود نولي لكم. بعد ما غسلتو ونقيتو دركا نبدا نبداو نشلحوه كيما راني دايرته هنايا. فوالا نحكم الموس ونشلحوه سواء نحكمو هاد الاتات كيما راكم تشوفو فيها هادية نحكمو حبة زيتونة تاعنا نديروها هكا فوالا باش نخرجو العلفة تاعنا من تحت. وهنايا ولا كي حبة تخلي الزيتون تاعك يقعد لك مدة أطول نحكمو الزيتون تاعنا ما نشلحوه ما والو نحطو فيه بلارة سواء في هادوك بيض نتاع السمن نعمروه مليح ونغطوه بالماء ونزيدو له الملح ونغطوه يقعد لك مدة عام وما يخسر لك ما والو. دونك دوكا راح نكمل نشلح الزيتون تاعي ونعاود نولي لكم باش نحطوه في الماء. فوالا هنا راني عمرته بالماء ونغطيه ونخليه كل يوم نبدلو له الماء 3 مرات في النهار مدة أسبوع. وهنا نفوتو طريقة تانية كيفاش نرقدو الزيتون الأسود. وأنا بعد ما غسلتو مليح وخيتو في الكسكاس يقطر مليح دوكا نجيبو قرعة كيما هاذوما تاع البن ولا تاع الياغورت يكون فمهم شوية كبير باش نعمرو فيه الزيتون تاعنا. فوالا راني عمرت القرعة تاعي ما عمرتش فيها الصغيرة باسكو جاتني صغيرة بزاف عاودت بدلت قرعة واحدة أخرى كبيرة. فوالا وهنا واش عندي هنايا راني نضيفه في الزيتون عندي هنايا الملح زوج مغاف كبار ومليح يكون هذاك الخشين انا ما عنديش دونك استعملت هذا الملح ومليح كي يكون عندكم هذاك الخشين. انا عندي سكر زوج مغاف كبار وانا عندي مغيفه تاع خل وزوج مغاف كبار تاع زيت زيتون. نحكمو الملح هو الاول فوالا نستعملو لمبوط باش تجي عملية سهلة. نزيدو السكر نزيدو المغيفة تاع الخل زوج مغارف كبار تاع زيت زيتون نغلق القرعة تاعي مليح هكا ونقعد نخلط باش كل المكونات اللي فيه يتخلطوا مع بعض. فوالا دوكا نفد القرعة تاعي ونحطوها في بلاصة ما لازمش يقيسها الضو. وانا نقعد نحرك في القرعة تاعي كل يوم كل صباح كل ما تنوضي تحركيها شوية هكا ومن بعد نفتح البوشون ونفرغ كامل الماء اللي فيها ونعاود نرجع البوشون لبلاصتو ونحركو ونعاود نديرو ندير القرعه تاعي في بلاصه اللي ما يقيسهاش الضو في البيفي ولا في بلاكار مده 20 يوم والزيتون تاعنا يكون واجد. وانا الزيتون تاعي بعد ما كنت نبدلو في الماء كل يوم زوج مرات في النهار نبدلو في الماء ونصفيه ونعاود نعمرو بالماء. دوكا راني صفيتو وانا الخضره اللي نضيفوها في الزيتون تاعنا هنا عندي حبه تاع زرديه قطعتها هكا مربعات كما راكم تلاحظوا وانا عندي صوص تاع الثوم ما تكتروش بزاف. هنا عندي وريقه تاع الروند
انا عندي الفلفله حمراء حاره، هذا اختياري، تقدروا ديروها تقدروا ما ديروهاش. وانا عندي نص حبه تاع الليم، وانا عندي عصير تاع الليم، وانا عندي حبه بيض نسحقوها من بعد نوريكم عليها نسحقوها. وانا عندي الملح، وانا عندي بلاره. حاجه الاولى واش ندير؟ ندير فيها شويه تاع خل باش نعقموها، ضروري باش نعقموها بشويه تاع خل هنا، ومن بعد نشلوها كامله تاع الخل ونرموها. دوكا نروحو نعملو محلول الملحي اللي نديروه في الزيتون تاعنا. نفرغو الماء، ايه 3 مغارف كبار تاع الملح، باسكو انا الكونتيتي تاع الزيتون كيما وريتلكم نحيتو من ما وزنتوش. دونك ندير هاد العمليه كيما كانوا يديروها جدنا بكري، ونحرك مليح ونحكمو حبه بيض تاعنا ونحطوها كيما راكم تلاحظوا. ولقيناها حاطه كامل تحت، دونك نزيدو له الملح، ولا صبناها طالعه دونك الملح صافي ما نزيدولوش. كيما راني نشوف نزيد لها غير شويه ماهيش طالعه مليح. فوالا نقعد نحرك. فوالا شوفو حبة بيض تاعنا، فوالا راهي طالعة. فوالا دوكا نحو حبة بيض تاعنا من هنا. فوالا دوكا نرمو الخضرة تاعنا فوق الزيتون، فوالا نخلطو كلش مع بعض، ونزيدو نص حبة تاع الليم، نخلطو كلش هكا مع بعض. فوالا بعد نخلط كلش مع بعض، دوكا نحكمو بارة تاعنا تاع الزيت، فوالا ونفرغو الزيتون تاعنا داخل. وهنا بعد ما عمرت كامل البلارة تاعي نحكمو الماء تاعنا اللي درنا فيه الملح، فوالا ونعمروه. فوالا كامل فوق نغطوها بزيت زيتون هكايا. نغطوها بزيت زيتون فوالا. فوالا دوكا نغلقوها. فوالا دوكا نحطوها في مكان مظلم في البيفي ولا في بلاكار مدة 14 ايام يكون واجد. وانا نسيت ما قلت لكمش، ولا ما كاش عندكم الليم تقدروا تعوضوه بالخل. وكذلك انا مانيش دايره بسباس باسكو ما عنديش اليوم، دونك ما درتلاش بسباس. نتوما كان عندكم بسباس تقدروا تضيفوا له بسباس، يطلق بنا تاعو ولا اربع. وزيت زيتون، ولا ما كاش عندكم زيت زيتون كذلك تقدروا ديروا له زيت عادي. ان شاء الله الوصفه تاع اليوم تنال اعجابكم.